عايز برضو اروح مع حضراتكم للتحضير الذهني قبل بس ما ناخد النهارده في حالات في حالات والله منورنا الحقيقه في الحالات دي. الحالات دي الحقيقه بتبقى لطيفه جدا. التحضير الذهني واعتقد ان بيبقى له دور كبير يا احمد. طبعا التحضير الذهني والمدرب كمان النهارده تصريحاته، مدرب في الموتس، المدرب البلجيكي، مدرب الرجاء، بيلعب معانا لعب التصريحات يعني بينيمنا شويه. هو بيقول ان انا بقالي 6 أسابيع ماسك المهمه وان دي الفتره دي مش كافيه وان انا كان نفسي امسك قبل فتره اعداد، فده كلام برضو نوع من التنويم ان هو بيشيل الضغط من على نفسه ومن على لعيبته، وفي نفس الوقت ايه بيحط الضغط على النادي الاهلي. مزبوط. على عكس طبعا موسيماني قال تصريحات كويسه جدا، وعجبني كمان في تصريح موسيماني قوي ان هو حس ان محمد شريف ما عندوش الثقه الكافيه فاداله بسبب فتره المنتخب وبسبب تعامل كروش معاه ان هو بيلعبه في مركز غير مركزه، وبدات يعني نوعا ما حصل مستوى نزل سنه بسبب توظيف مدرب ليه، فهو بيدعمه نفسيا وبيقول له انت اللي هتكسبنا بكره. فدي حاجه نوعا ما ذكاء من مستر بيتسو موسيماني يعني. فبالتالي ده اعتقد مدي اريحيه شويه لبيتسو موسيماني، ولكن في النهايه هي مباراه صعبه يا كريم. طبعا واكيد. والنقطه اللي احمد اتكلم فيها دي برده كابتن اسلام نقطه مهمه جدا، ان احنا النادي الاهلي اكيد بيستلم لعيبته او اللعيبه الدوليين، احنا قلنا 7 لعيبه في التشكيل الاساسي منتخب مصر، بيستلمهم بكل ايجابياته والسلبيات بتاعه البطوله العربيه. وان كنت اشوف اثنين برضو مغرب وتونس طبعا، وان كنت برضه اكيد، بس ان كنت اشوف ان احنا فنشنا البطوله ربما يكون الشكل السلبي كان ازيد من الشكل الايجابي. لو تفتكر هنا اهو في البيت الكبير اتكلمنا على حته، احنا انا مش عارف كيروش بيتعامل مع البطوله ازاي. هو بيتعامل معاها ان هي تحضير وانك بتدي خبرات للعيبه من الدوري ان هم يكتسبوها بعيدا عن النتائج، اوكي. يبقى ما ينفعش كنت تعمل الهليله والزيطه اللي بتعملها بعد كل جون، طالما انت بتاخد الموضوع ده موضوع اعدادي وموضوع تحضيري للاعبين وتديهم خبرات، يبقى انا بمسك ورقه وبعد اكتب ده طلع ده نزل، انا عايز اقول ده نصيحه كذا ده نصيحه كذا. انما انت حسست الناس في كذا مباراه بالاهداف القاتله كنا بنجيبها، الله اكبر واحد، الله ايه ده، ايه الحلاوه دي وبتاع، كنا بنلعب كاس امم. وبعد كده حصل المشاكل طبعا، واضح ان التعامل في تعالي، نكون صراحة طبعا. وانا قلتها كيروش، انا عارف طبعا راجل سابق لريال مدريد وراجل مساعد اليكس فيرجسون، كان بيدرب زين الدين زيدان فيس تو فيس، كان بيدرب بيكهام، كان بيدرب رونالدو، كان بيدرب ناس كلها، لكن انت مش من صفوه، انت مش من صفوه مدربي اوروبا، ده مش حقيقي، انت ممكن ليفل 2. فبالتالي وانت بتتعامل مع اللعيبه وبتتعامل مع الجهاز الفني مساعد ليك، لازم برضو تكون مقدر ومحترم وجهات نظرهم المختلفه. ما ينفعش المشاكل اللي احنا شفناها، وكمان ما ينفعش فكره ان انت مش منظم الدنيا، مفيش تنظيم، انت مجرد احنا مثلا ماتش المركز الثالث واضح جدا محمد شريف لعب بسبب الضغط اللي اتعمل على مروان حمدي، التشكيله كلها كل حاجه كل حاجه. فكان عشان كده بقول النادي الاهلي بقى النهارده احنا بناخد اللعيبه اللي بيعملوا موسيماني ده، احلى حاجه انك اول حاجه بتعملها انك بتعالج اللعيبه وبتحل المشاكل السلبيه اللي هم مروا بيها خلال الفتره اللي هم ما كانوش معاك فيها. مظبوط. ونتمنى طبعا، نتمنى ان بقى الايه الاندماج ما بين اللعيبه اللي كانوا مع المنتخب واللعيبه اللي كانوا تحت سيطره بيتسو موسيماني يبقى في انسجام، اللي احنا محتاجين ده في وقت قليل. احنا عندنا مباراه بكره، وزي ما احمد برده قال نقطه مهمه، الرجاء من ممكن يكون مش متصدر دوري، لكن من الفرق اللي عندها عقليه. برافو عليك، لانه انا لو مثلا من لعيبه الرجاء هبقى عايز اكسب الماتش ده باي طريقه. ليه؟ اكسب الماتش ده وهدي الناس عليا بطوله، تهدي الناس عليا ويبقى يحلها الف حلال. بقى في الدوري قدرنا ناخد نقطه من هنا نقطه من هنا لغايه لما، فانا هبقى عايز اكسب الماتش ده بكل الطرق. والباور اللي لعبوا بيها كابتن اسلام ده، هم بكره كمان فكره ان هم يعني زي مثلا بيتقال في اوروبا الفريق اللي هو الاقل حظوظا في مباراه هو اللي بيدي باور زياده أكتر. صح. عن الفريق اللي الاعلام او الجمهور شايف ان هو الاقرب لللقب. فبالتالي انا شايف ان كل الامور الايجابيه او معظمها بيصب عند الرجاء شويه، ولكن احنا محتاجين ان احنا نشتغل على ازاي النهارده نرجع التيم لنفس الشكل اللي فنشنا بيه مباراه سموحه في الدوري 4-1 ان شاء الله.